الله يا عبد الله، صيم والغبرة جتني الشحفة جاني عطش. أنا واحد إنسان ما عنديش في النفطار وراني صيم. الله يرحم والدين والله يجازيكم بخير لما خرجوا لي شي فطور. الله يرحم والدين. ما حشمتي ما رمشتي كتاف قدام قد جمال. إوا هاك بصحتك. هادشي كامل ديالي. كامل ديالك أسيدي. ريحي لالا ريحي. إوا قبل على الموجود. والله يخلف عليك والله يسهل عليك. بصحتك. والله يجيب لك شي راجل اللي كان عندك راجل ميت. الله يخلف لك أبا يجي. حبيبي بسم الله. ماما عاد هو الضيف. وهذا هو الضيف. ما عجبكش؟ فاش ما عجبنيش؟ مدخلنا لهاد الشمكاري خنزل لنا الدار. واحد خاينه جابته الوالده يفطر معانا شي ايام. اييه كتعطيه الفطور السيد ولا جالس كيفطر معانا يوميا. مزيان تبارك الله، مدخلين عليكم راجل الدار، اش هادشي هذا؟ واش ماماك تصدات ولا شناهو؟ ولا من الزنقه جبتيه دخلتيه، هذاك حلال عليه والاخر حرام عليه. اسيد ودابا وليتي تقولي انني انا ماشي واش كتقارني راسك براسي ولا شنو؟ اي نقارن راسي براسي. ما تقارنيش راسك براسي. ماما لا حق بابا هذا. الله يرحم والدين عاونوا هاد المسكين، خرجوا لي شي فطور قريب يأذن، راني صايم. الله يرحم والدين عاونوا هاد المتشرد راه صايم. شو واحد خرج لي فطور. الله يرحم والدين. صمي. تخافيش اختي الله يرحمك والدين ما تخافيش، انا واحد الانسان ما عنديش في النفطار وراني صايم. الله يرحم والدين والله يجازيكم بخير لما خرجوا لي شي فطور. الله يرحم والدين. ما حشمتي ما رمشتي كتاف قدام قد جمال. بحال كلهم خدامين هما يفرفروا على الناس فطورات. سير سير الله يرحمك. شوف اختي والله العادي ما لقيت لا خدمه لا والو. والله ما عندي والله عطفي عليا وحني عليا وخرج عليا الفطر. الله يرحم الوالدين. صافي صافي خويا صافي. كثروا كثروا يا ماما هاد. بنادم مبقاش قلبه الرحمه. الله يرحم الوالدين عاونوا المسكين. بنتي اسير مالك يا ماما؟ هادشي اللي درتي راه ما عجبنيش. شنو درت؟ ودرتي في الدري وبركتي تغوتي عليه. ايوا انت قلتيها بفمك الدري ماشي راجل كبير ولا مرا كبيره مساكن اللي ما قادرينش انهم يخدموا ولا شي حاجه. تبارك الله شوفي كتافه قداش. بنتي غادي خاصو هو يمشي يخدم هو يتعاون مع الناس. وهو كيقول لك والله ما لقيت الخدمه وباغي غير الفطور ما باغي حتى شي حاجه وزياده رمضان هذا. صدقتي ملي غتحطي لي الفطور غيقول لك عافاك دوري معايا باش نتعشى. انا اللي كنعرف داك الناس. الله يهديك بنتي الله يهديك. حبي شويه في الناس. راه كنحن في الناس ولكن رمضان هذا رمضان الناس كيبغيو يصدقوا فيه وشهر المغفره. وانا كنصدق ولكن الصداقه خصك تعطيها لشي حد اللي يستاهلها. صافي بنتي ما يستاهلهاش. زيدي بنتي هادشي داك داك الدري اللي كان قبيله كيقول لينا جيبوا لي الفطور. ياك حاولي بقيتي مجليليتك ما حطيتيهاش. اسير انا حطيتها توجدت الفطور وداكشي ولبست ثاني وغدا بالفطور. اشنو هو المشكل اللي عندك؟ هضرتي ما عجباتكش قبيله معاه. اسير راه هذا رمضان راه بنادم كيصدق. شوفي هذاك اصلا ما دايزاش فيه صداقه حيت باقي بصحته وكتافو تبارك الله راه غاد من كتافك. اري هادشي طلقي طلقي بالله. اري ماما اري ماما خصك تعمل شي واحد اللي محتاج. واش هو طلب منا؟ طلب منا صافي. اي انسان طلب منك شي حاجه صافي خصك تعطيها ليه ونوي انها صداقه بركه اسف. واخا غير نديوها نعطوها لشي واحد اخر ونويها صداقه. وهذاك المسكين اللي طلبنا اري ماما الضغط عليك ما يستاهلش. طلقي علاش ما يستاهلش؟ اسير سيري تحجمي وزياده هذه داري ندير فيها ما بغيت نصدق منها نخرج منها نعطيه منها ما سوقكش. ياك خلص ماما هادشي بابا لا هيلا رزق بابا بلا تصدقدك فيه. الله يا رب الله بقات 10 دقائق دابا يأذن وبقيت في النفطر. ربي متى سخفت. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوا هاك بصحتك. هادشي كامل ديالي. كامل ديالك اسيدي. ريحي لالا ريحي. ايوا قبل على الموجود. والله يخلف عليك والله يسهل عليك. بصحتك. والله يجيب لك شي راجل اللي كان عندك راجل ميت. بصحتك بصحتك
بغيت غنسولك. اه انت كتبان ليا زوين ونقي، دري زوين ونقي. ايوا الظروف، الظروف لا لا الظروف الحكمات عليا. وليت انا في الزرقاء، عايش هنا في الزرقاء، ما عندي فين نفطر، ما عندي فين نسكن. وانت يا واحد الانسانه طيبه، كيبان لي قلبك هشيش وقلبك ابيض، وخرجت هي الفطور وقتها بنتك حتى عقراتني. ولكن انت يا ما ديش عليها، ما ديش عليها، راك عارف البنات الصغار. ايوا المهم هكا فطر بصحتك اسيدي، ومني تسالي راضة شتيها جيب لي البلاطه والله يرضى عليك. صافي كوني هانية. ايوا بصحتك. هاد المرض راهي في الله يعمرها ظاهر بين بنت الناس، باينة بنت الناس، جابنا الله رزقنا تال عندنا بقى والو عندنا. سيروا بحالاتكم نتوما، سيروا. شكون؟ اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا لالا كليت وخسرت المايونيز، باقي جداد انا خسرتهم في واحد العوينه مشيت تما وليت كنخسر. ما ضحكيش عليا. لا 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 باين عليك حادك تبارك الله عليك. الله يخلف عليك. قولي لي نسولك، هذاك هذاك مسيلنا وداك الشيء انت اللي طيبتيها؟ ايه انا اللي طيبتها. كلشي انت اللي درتي؟ كلشي انت اللي درتي؟ عجبك؟ والله الا فطور واعر ترى شنو هو فطور ديال ايوا بصحتك ديال الملوكيه. واش نقول لك واحد القضيه؟ بلا ما نبقى نهبط لك الزنقه، ولي جي هنا فطر عندنا، فطر عندنا ما فيها حتى شي مشكل. حشومه حشومه نجي نضيق عليكم ونفطر معاكم، وانا كلشي كبيره كناكل بزاف. شوف بصحتك تاكل بيدك ورجلك ماشي مشكل، مرحبا والف مرحبا. وراه بنتك صعيبه. يا ودي اش غير جي جي ما عندكش مشكل. صافي غدا نجي نفطر معاكم فطر. جي مرحبا بك. هانية تون. هانية. السلام عليكم. يلا تهلا في راسك. شحال ضريه في هاد الولد. شفت راسي كنا كلنا بوحدي، ما ناويش تاكلي. ايوا غادي ناكل، ولكن سيل كنتسنى في واحد الضيف غيجي عندنا اليوم. شكون الضيف اللي غيجي عندنا؟ اش كي غتشوفي؟ ها هو اش شكون؟ مرحبا والف مرحبا. ما تعطلت عليكم. لا لا شكون؟ حتى سمعت الاذان. مرحبا بك. مرحبا والف مرحبا. الله يخلف لك يا بهيجه. بسم الله. ماما عاد هو الضيف. وهذا هو الضيف. ما عجبكش؟ فاش ما عجبنيش؟ مدخلنا هاد الشمكاري خمس لنا الدار. اسير احترمي راسك شويه. كيفاش احترمي راسي ماما؟ هذه الخرج دابا هي هو هي انا في الدار. ما قلتهاش لا انا نخرج يا بهيجه ما نمشيش. طيب ما نخرجش بحالات. شوفي والله ما يخرج ولا يخرج، خلي السيده تفطر. ياك ماما حيت تبارك الله ما عجبكش تحس. لا 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 ما عجبنيش شحال، وخليك ماما تفطر، فطري انت ويا حسن. ايوا كاع يجي جوف دبر راسك شغلك هذا، لا فشوش بزاف هذا تفطر. الدريه عندك ما نبقاش. وهات انت كتشوف. ها؟ اللي ضربها شي جن عليك هو هذاك. خود خود تفضل تفضل تفطر، خليها حتى بيض نرجعو تجي تفطر. تفضل تفضل قول بسم الله. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. هو خذ راسك. الحمد لله الحمد لله على كل حال، شبعان في كل شيء مغاض الحمد لله. الله يلا ما خاصك خير. الحمد لله. وتقعد خرج علينا برا من الدار، هذا راه فراش با الله يرحمه وخوي عليا السيكتور. فراش با الله يرحمه. انا جابت امك. كيفاش جابتك امي؟ امي جابتك فطرتي. يلا الباب. انا شفت شرب شو دواء الماس. ما تشرب ما يشربك، نوض قاعد هبط. بهيجة 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 ولي لي بهيجة. بهيجة واقع تاني اشنو واقع؟ ماما واش هذا فطر وش تبقى جالس في الدار؟ وآسيل واش انتي الناس اللي جاو عندنا ديري لهم هاد الحال ولا باقي؟ الناس ماشي هذا الناس. آسيل احترمي راسك شوية. واش انا ماشي بشار؟ بشار دخل لي بهيجة. ماما راك عيقتي يا ماما، فيق شوية باش عرفتي السيد راه انسان مزيان. عاد كيكون شي قتال ولا شي مجرم هذا مدخل علينا الدار. هاد الفورم هذا القتال والمجرمين باين عليه ولد الناس، كون عرفتو انا ماشي مزيان كاع ما ندخلو مع داري. انا اللي ما مزياناش باقي على دار. ما عاد نعرف مالكي معاه، مالكي معاه. ما انا فيقي راك عيقتي ولا ضحكوا علينا الجيران. واش بغيتي ولا يقول لك انت شرفات وتلفات وليت كتدخل راجل الدار؟ ايوا صافي صافي، يا اخي انا غنسد لهم الفورم.
انا غنسد لهم لفهم صافي جا سوقتي صافي باين جا نبقى معاك هنا في الدار عرفتي اش غادي ندير يلا يضرب لهم كنا شويه كبر يلا ياك اي غنمشيو نخرجوا انا ويا بيني وبين هاد الشهر بزاف والله حتي بزاف عرفتي غنخرجوا نتفاهموا محمد تعصبت باجا تعصبت صافي تعصبت يا قلت لي ندخل معاك هنا في الدار صافي الشيء عرفتي اش غادي ندير سيري لتجلاب يلا حنوض نمشي نضرب واحد الدويره هادشي فات على الحدود ديالي هادشي بزاف فريمون بزاف وي حمزه سما صافي هو لو ريغولي فين كنت دابا اوكي صافي صافي تسناني انا نجي عندك انا غنبس حوايجي ونجي عندك دابا صافي ماما جات حتى الاخر وغاديني الشغل هادشي بزاف عليا صافي تهليتي فيا واكونها سمحتي فيا دابا لا ما عمرك ما تقول لي بحال هكا اخر مره نسمع هاد الهضره وزيادتا كون لقيتك ولد خايب كون كاع ما ندير معاك هاد التعامل ولكن لقيتك ولد ظريف وداخل سوق راسك وحتنتيا والله العظيم حتنتيا واحد انسانه طيب وقلبك خلوق ولكن راه بنتك بنتك شوف غير نسى كلام بنتي بنتي باقا صغيره وزيادة الدار راه داري وانا كنتصرف كيف ما بغيت دابا الدار ديالك الدار ديالي ويلي ايوا صافي انا مرحبا بيا عندك في الدار مرحبا والف مرحبا ايوا صافي سيري سيري صافي سيري طالعي للدار انا غنضرب واحد الدوره ونجي عندك ايوا صافي تلقى الفطور وكل شيء موجود بارك الله فيك يلا سلام والله العظيم كنت متشرد جاب لي الله ميمه غطيني الفطور وبحال والو نتزوج بها ولي كلشي ديالي ترى انا مرضي الوالدين انا هادي مزينة حمزة فين بخير شخبارك لاباس عليك لاباس ما والو ما فشنو عندك شنو هو المشكل واحد خاينة جابتو الوالدة يفطر معانا شي أيام أيه كتعطيه الفطور السيد ولا جالس كيفطر معانا يوميا مزيان تبارك الله مدخلين عليكم راجل الدار اش هادشي هذا واش ماماك تصطات ولا شناهو وراه هادشي انا ما بغاش يدخل ليا راسي راه ماما ما بقيت فاهمه فيها حتى شي حاجه واش ولا بارك معاكم بزاف ورا ولا يوميا صافي هذا دار بماما كذا واقيلا باغي يتزوج بها وغينصب عليها حمزه بلا ما تقول لي هاد الهضره وفكر ليا فشي فكر ليا فشي حل خصني شي حل الان لقى ليا شي بلان باش السيد نجري عليه حيت صافي انا غدا نحماق شوف على حالتي كي وليت مشكيل هادي والله الا مشكيله ما عرفتش من تسلط علينا هذا دابا غير عطل لينا حتى زواجنا شوف دابا ما تكثرش عليا قوة الهضرة ولكن فكر ليا فشي حل وعيط ليا في اقرب وقت مزيانة صافي سيري سيري انا غنشوف شنو غندير سيري هاد اليومين حمزة صافي كوني انا تقهرت تخيل هذا باغي يدير ليا كلشي داكشي اللي كنخطط ليه السيد باغي يجي يدي حبوس بينا من ورايا والله ما تقول لك السلام عليكم عليكم السلام ما عرفتينيش انا شكون شكون انت ها شكون انت انا راه راجل اسيل ها شكون اسيل بنت باهيجه اللي كتنصب عليها وكتجي عندهم للدار خويا شوف سمعتيني ولا لا يرحم الوالدين انا والله ما كنصب على واحد انا واحد انسان درويش وفقير كيعطوني غير الفطور وليت كنبات معاهم ديال ما تفدع صافي كتبات مع الدريات والمراه ها مرتي امها في الدار وبوحدهم دابا تايا باغي نصيبطك للحبس لا الحبس لا علاش نمشي للحبس عرفتي انا راه عمي عمي ابويتي والله تنصيبطك للحبس شوف اخر مره تبقى تجي لهذيك الدار ولا غنصيبطك فين تربى تاع عمك بوليسي واخا هادشي انا مابقاش مشيت من وبربي ونشوفك في الدار يا نصيبطك للحبس يا نقتلك لا باغي نعيش انا كنقول لك يلا حيد لي من هنا يلا زريت هو واعر واه اخونا كيبان لي قبيح واعر يقدر يصيفطنا للحبس عمو بوليسي ونمشي نحيد من هاد البلاصه هادي مشي وقت هذيك امي موليد كان بغاها ولكن سمحي لي بايجه سمحي لي ملي الوحدة الليل هادي شنو انا نتسنى فيه عاد فين مشى نعلم بيه الله لي فين بيت مشكيل ماما اشنو مالكي سوفيا هادي انت ما بغاش تنسي وسوفيا مازال ما جاش ويلي على سوفيا ويلي ويلي
هادشي علاش مقلقه؟ من طبيعه الحال على بالي كنت عطلت انا برا في الزنقه ما ديريش هادشي ديال علاش علاش اسي تقولي بحال هكا؟ انت عندك مرتبه في قلبي وتا هو عنده مرتبه في قلبي صافي هادشي اللي كاين. ماما زدتي فيه بزاف والله اصلا هذاك غير شمكان ولا مشى صافي خليه يمشي ما يسهل عليه والله. واش انت عشتي الظروف ديالو اللي كتقولي عليه شمكان؟ واش انت اصلا هو ما كيكمي ما كيسكر ما كيدير حتى شي حاجه من المخدرات ماشي بالضروره شمكان هو اللي كيكمي وكيسكر وما عرف شنو كيدير. راه كيكون ما عرفت فاش خدام ولكن كيتعتبر شمكان حيت دماغه ما هواش. ابنتي راه معاود لي على قصته والله سمعتها تبكي راه ظريف هذاك السيد غير الظروف هي اللي جعلاتو يجلس في الزنقه. حتى انا ما تبغى خلاني صغيره بقيت فيك ولا ما بقيتش فيك كاع كنعرفو نالفو القصص في قمام واحد شويه. وزيدون عندك واحد الخبر زوين نساعي داك الشمكار كنا مشيت لها في شي قنت غدا غادي يجي واحد ولد الناس يتعرف عليك. ايوا اللي بغى يجي مرحبا صافي. اييه مرحبا بي. ايوا ان شاء الله نوضي الله الناس نوضي نوضي ماما والله ما غيديني الناس نوضي ماما صافي. داك راه كل لاهي في شي قنت كل مشى مع شي حيده اخرى داك ما الا في عزيز علينا مريم شافك انت مهمه وزياده وكتكون مرحبا بك ولد الف مرحبا. مرحبا بك الجنة خالتي عرفتي شحال وانا باغي نتلاقى معاك راك عزيزة عليا. الله يحفظك ليا ولدي. وبلا شك أسير قالت لك علاش انا جاي اليوم؟ قالت لي ايوا نعاود نقول لك علاش جاي. انا راه جاي طالب راغب بنتك على سنه الله ورسوله. ايوا مرحبا ولدي الا كنتو متفاهمين ما نزيدكم على الخير. متفاهمين امام. ايوا الحمد لله انا راه الحمد لله بخدمتي وعندي الطوموبيل ولكن يتيم الوالد والوالده ماتوا في واحد الكسيده شحال هادي. اي والله يرحموا موليدي. شوف احنا كنا ليها كنا غادي نعبد الله سبحانه وتعالى. شتي ماما هو اللي قصته تقطع القلب عرفتي ضرني قلبي ضرني قلبي يا خالتي. ايوا صبر صبر وليدي راه كنا كما قلت لك كنا ليها حتى واحد ما غيبقى فيها دايم. ايوا خالتي ما قلتيش لي واش موافقه عليا. واش غنقول لك اوليدي زيد عرف لي براسك قول لي شنو كدير واش عندك شي سكنه وفين غتسكن لي بنتي واش غتقد بيها ولا لا. دابا ماما بابا فاش مات كانوا عليه شي كريديات وجاو مسكين داو لهم الفيلا وكلشي ثمن الشركه. دابا راه بقى خدام غير في الشركه يلاه كيبني في راسه عاد كيجمع باش نديرو شي بارطون. ايوا بشويه بشويه بنادم راه كنا حنا بدينا من الزيرو. وييه راه بابا فاش مات جا من وراه الافلاس حيت هو ما كانش عارف راه كيتجمع داكشي. ايوا بعدا الحمد لله راه بخدمته يمشي يكري لك ان شاء الله يكري لك شي بريطمه صغيره وغادي بشويه بشويه. ويلا ماما على نكريو على انا مولفه بالكل من صغري ما مولفه لا بالكري بلا حتى شي حاجه. ها هي الدار تبارك الله نجلس معاك عادي من هاني تما نسيك. اسير اش كتقولي؟ شوفي بنيتي حنا ما عندناش البنات اللي كيجلسوا مع والديهم اللي تزوجات تمشي عند راجلها هو اللي يهز بيها. وما عندك غير انا والله ما نجلس معاك. لا 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 بنتي الا ما تقلتيش معايا يهزك راجلك ان شاء الله ويديك ويقد بيك. صافي ما غاديش نجلس معاك عرفتي الدار اللي في بزنيخه عطينا نمشيو نجلسوا ولا فيه ماشي مشكل على ما نشريو البارطما ديالنا ونخرج. اسير الدار اللي عارفها انتيا كنكريوها وكنسدوها من صيف صيف كنمشيو نصيفوا فيها ولا لا. انا كنعرف الراجل راجل مهما غيتزوج بك خاصو يقد بيك يقدر ماما بغيتي تبقاي تعكسي صافي. لا انا ما نقولش لك شي حاجه ماشي تالي انا كنقول لك المعقول. شوف وليدي سمعي خالتي انا بغيت نسكن معاك وما عنديش ميمتي بغيت نحسبك بحال ميمتي. شوف رانا بحال ميمتك ولكن اولدي بغيتك تعتمد على راسك وبغيتك توقف على رجليك وتكون راجل واش فهمتيني. والراجل اللي كيجلس مع نسابو اوليدي راه ما صافي مام صافي ما درتش شي كاسات انا غنموت. رحبتي بيه دابا تقول لك الراجل خاصو يسكن دابا داكشي اللي متفقين عليه حنا فينا متفقين مش انا كيحساب لي غتقول بحال هكا فينا السيده راه من نهار جا داك متشرد وهي تالفه ولا سطاجه انا ما بقاش كتعقل عليا هادشي كامل كديرو باش تجي تسكن هو عند الكافون وعند الدار بوزنيقه. ايوا ما فهمتش ما كانتش بحال هكا كانت كتقول لي بنتي عماني نتفرق عليك. مشكلة انا هنيتك من داك المتشرد باش نتهناو دابا يكون كلشي ديالنا يا دابا عكست لينا ماما. انا غنمشي في حالاتي وكي سمعتها تشرب شي حاجه. انا ما بغيت والو سيري ضغط عليها ضغط عليها. انا اللي وليت مضغوط عليا في هاد الدار وليت بين النارين الله يدير الشاوي ديال الخير. الله يا رب الله
صيم والغبره جاتني الشحفه جاني عطش ما شحال باقي الاذان شي ساعتين سفيان فين كنت يومين هادي وانا نقلب عليك ما خليتش عليك لا زنقه ولا درب شوف مدام بايجه ما خير ما نخبي عليك صراحه انا ما بقيتش باغي نبقى معاك في الدار وعلاش شكون خسر خاطرك بسيفتي ايش انا معاك في الدار بسيفتي ايش ولدك لا روبيا الناس قالوا لنا راجل داخل عندك الدار مشينا الحبس بفساد ولا شي حاجه خاصني نكون انا خاصني نكون شي حاجه مهمه عندك في الدار بسيفتي ايش انا بسيفتي ايش بارك معاك في الدار سفيان هذا الموضوع ديجا هضرتي معايا فيه وانا كنت كنقول راه صغر مني وحشمت بكل صراحه قلت ما يمكنش نتزوج بك ولكن دابا ملي شفتك مشيتي وخليتيني بوحدي ودغيا سمحتي فيا لا انا يمكن لي نتزوج بك الا بغيت انت قابله عليا انا باغي نتزوج بامي ما نتزوج وانا صغيره انا ما باغيش بنتك باغيك انت ايوا صافي مني بغيتيني حتى انا راه باغاك علاش بديت كنقلب عليك دابا دابا قبل ما نمشي للدار نمشيو عند عدو نتكاتبو تولي مراتي وحلالي عاد نمشيو للدار عندك نمشيو نمشيو ما عندي حتى مشكل قولي والله والله حلفي صافي ما كتفليش عليا لا لا انا واش انا تعتفليا عطيب ليا البغريه ترفقو نطيب لك كل شيء تبارك الله تبارك الله هيا مالكي اسير كيفاش انت معنقه وداخلين وبقيتي كتحشمي انت من الجيران لا متحشمي مني انا اللي بنتك لا حتى شي حاجه اسير علاش غادي نحشم اصلا انا وسفيان تزوجنا تزوجنا هذه راه مرتي مرتي على سنه الله ورسوله ما انت علاش نحشم ما انت شي واحد يقول لي شلا باش تزوجتي شلا ماشي راهو تا هو الدار وفين هو وفين هو كيفاش هو الدار؟ هو كان فين غتكون؟ غتكون معايا دار هو يسكن معاك دار هادي راه دار با على لا وما خصوش تكون فيها وبا كيف ما قال لك نهار نموت عطيها حقها عطيني حقي صافي باغا حقك بغيت حقي ايوا سيري شوفي حقك واش كاين بعدا ولا لا كيفاش واش كاين ولا لا غناخد حقي وهادي دار با والديور الاخرين كاملين فيهم حقي وحتى في المكازات كاين حقي وهذا غيخرج علينا من هنا ما يجلسش في دار با حيت هو اللي ضرب لي عتامير وطلع بكتافي ما تهدريش معاه ما تهدريش معاه ما كنهضرش معاك انت احترم شوفي اسكت شوفي مصار ديال الخلا شوف ما تعيليش مع راجلي كتفهمي سيري قلبي على حقك كيفاش سيري قلبي على حقك قلبي عليا ملي تلقى يجي يقولي لي راه مشوف بيتنا راه مشوف بيتنا بغيت نقول لك الله يعطيك الدن سعرك فيه كنتي قلبي على حقك قلب عليه في الوراق شوفي ماما اصلا بلا ما نقلب على هذا الشيء كامل عطيني حقي وخليك انت وراجلك حتى انا غنمشي نتزوج بداك ولد الناس ونمشي نعيش معاه شوفي بنتي انا غنجيك مال الاخر بكل صراحه انت راه ماشي بنتي ياك اي انت غير مربيه انا ربيتك انا والمرحوم ولكن ملي بديتي كتدخلي في حياتي وكتقولي لي اللي يدخل واللي ما يدخلش انا ما نقبلش هادشي وزياده انا بغيت هذاك السيد اللي بغيت يتزوج بيك بغيته هو اللي ضرب لك تماره صافي سكتي وانت هذاك اللي تزوجتي به علاش ما ضربش بك تماره ودابا باش تبقاها معاك في الدار وليتي باغا تسمحي فيا انا اللي والداني من كرشك وليتي كتقولي لي ماشي بنتك انا ما سمحتش فيك انا ما سمحتش فيك انت اللي بغيتي تجري لي على راجلي دابا ياك انا هذاك اللي جبتو لك قلنا لك نسكنوا معاك ونونسوك قلتي لا خاصو يمشي يكون راسو بغيتو باش يكون راجل ايوا انت هذاك اللي جبتي انت يسكن يتمرح في دار بو علاش ما قلتيش ليه انت سير تكون راجل وكون راسك اه ولا من الزنقه جبتيه دخلتيه هذاك حلال عليه والاخر حرام عليه اسير ودابا وليتي تقولي انني انا ماشي واش كتقارني راسك براسي ولا شنو اي نقارن راسي براسي ما تقارنيش راسك براسي ماما انا حق بابا هذا ما باقاش قولي بابا اصلا انت راه مربينك حنا درنا عرف على خير فيك كيفاش مربيني واش كتهضري بصح كنهضر معاك بالصح انا قلتها لك من هنايا وسيري قلبي انا لا انا غير مربيه شوفي انا عطيني حقي عطيني حقي صافي عطيني حقي الا كنتي مربيه انا عطيني حقي راه ضيعتي لي حياتي كامله وانا جالسه عندك وما غاديش نعطيك ما غنعطيك حتى شي حاجه السيد اللي غادي يتزوج بك هو اللي يتكلف بك ف...
فهمتي؟ وزيادة دابا بحالي كتقولي لي سيري بحالك ياك؟ مني نموت ديك الساعة مرحبا جي خودي نعطيك أي حاجة بغيتيها. ياك تتموتي من طبيعة الحال ماشي يجي واحد يضحك عليك ويدي لك رزقك ويدي لنا رزقنا كاملين باش بقيتي على خاطرك. راكتي ما عارفاش الرجال اش كيسواو. لا هذاك اللي جبتي انت عارفه اش كيسوى. هذاك راه عارفه وزياده انا كلشي في يدي. صافي 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 سمحي لي وشكرا حيت جلستيني عندك. شكرا انا غنلبس حوايجي وغنمشي نعطيك التيساع حتى هاد الدار خليتها لك. غنمشي نيت عند هذاك ولد الناس هو اللي غنلقاه في جنبي. هادشي اما انت هادشي اللي درتيه كامل عشت معاك حياتي كامله وانت كتنافقيني تقولي بنتي. ما نافقتكش. كتنافقيني انا راه صافي عليك تمارة وزيادة صرت عليك الليالي وركبتك وهزيتك وحطيتك وحطيتك دابا ما كاين حتى مشكل في الاخر وليت هذا هو الجزاء ديالي كتحكمي لي في حياتي هادشي هو اللي ما نقبلوش. حمزة يا ارسي مرض غلطة حمزة هبط راه وقع لي واحد المشكل وقت ناعس في الطوموبيل. اش من ناعس واش وقت ناعس؟ اشنو كاين اشنو عندك مال؟ ماما تزوجات بهذاك المشرد وانا قال لك صدقت سيدي ماشي بنتها غير مربياني وجرات عليا حمزه. اوه اش كتقولي هذا راه فين مالا؟ تخيل هادشي كامل وقع ليا في لحظه. هادشي بحال هذوك الافلام التركيه. مشكلة هادي يلاه متشرد تزوج بماماك وغيدي لها صيفطت ماشي ماما هي مربياك غير مربياني كانت كتكذب عليا المده كامله. مشكلة هادي دابا الحمد لله ملي انت باقي ليا والله. لا انا ما باقيش اختي. شوفي انا داكشي اللي كنت مخطط ليه ضرب ليا كلشي في الزيرو وانا كنت باقي معاك على قبل حيت كانت ماماك زعما عندها شي لا فلوس وهادي وزعما غنضربوها بشي ورثه الطوموبيل راه ماشي ديالي. انت حمزه صرفقني باش نفيق هادشي كامل اللي وقع ليا عند الله. شوفي اش غنقول لك ابنت الناس ما بقايش دوري بساحتي بلاناتك خاوين. انا كنت معاك كما قلت لك على قبل امك عندها الفلوس حيت انا ما عندي. ياك حمزه دابا انت كنتي معايا بالنسبه لك انا كانت بلان. بلان ساعه بلان ضرب فالص والموت والله هي خد فيك الحق حتى انت بحالك بحالهم. سيري حيدي عليا انت من هنايا سيري حيدي سيري كلكم كذابين ومنافقين ما يقصدكم الحق في هذا الشهر ديال رمضان كلكم كلاب. بهيجة نعم الصراحة أنا اللي خاصني نمشي ضحيتي ببنتك على قبل واحد ما كتعرفيش ومتشريط وتجي ونمشي بيه تضحية كبيرة هادي. سفيان أنا ماشي ضحيت ببنتي أنا بنتي درت لها عقلها ربما يكون هذاك نصاب ويدي لها رزقة ويدي لها كل شيء علاش درت معاها بحال هكا قصحت قلبي باش تكون شكون شكون أسير هيا بنتك رجعت بهيجة ايوا هيا رجعت الحمد لله واش عارفه اني غنمشي نخلي ياك بعدا شوفي يا قلبي شوفي انا كبرتي شوفي وقتها ما كتحملينيش راك عزيز عليا انا راه داك اللي كنتي غتزوجي به راه عارف الحقيقه ديالو ولا شنق عليا وقال لي خبو الدنيا له وضربني بهيجة هو اللي غبرني يومين وعلى الشفار كافر بالله وعلى الطوموبيل عنده دراب بالشفره وشتي وصافي هو مشى بحالي كيفاش مشى فحالو فهميني كيفاش مشى فحالو ياك كان باغي لا غير الصاب ياك ما صدقش هذه كانت تجربه مزيانه باش نعرفوا على حقي والحمد لله ملي درت عقلي باش نعطيك شي حاجه نعطيك الورث وتورثي باكون عطيته لك راه هادشي يا بنتي ما تقوليش انا ما بغيت نعطيك والو راه على قبل هادشي سمحي لي زيدي يا بنتي ما كنتي على راسي وعيني ما عندي غير انت هي حتى انا الله يخليك لا هاني الله يخليكم ليا يلا